إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، ديننا المتسامح شدد على حرمة الدماء، ومن أكثر الدماء حرمة هي دماء المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي والذي نفسي بيده: لقتل مؤمن أعظم عند الله يوم القيامة من زوال الدنيا. ديننا يضع حدودا شديدة أمام سفك الدماء. لا تعني حرمة الدماء أننا نتكلم عن الدماء المسلمة فقط، بل حتى غير المسلمين من غير المحاربين دماؤهم لها حرمة في الدين الإسلامي. والكفار على أربعة أصناف: الصنف الأول الكافر المحارب، وليس هذا موضوعنا هذا اليوم، والكافر الذمي، والكافر المعاهد، والكافر المستعمل. يفهم بعض الناس أنني إذا رأيت كافرا يمكنني أن أسفك دمه كما أشاء، ليس هكذا. الإسلام جعل حرمة للدماء حتى مع غير المسلمين، فعندما نقول دما حراما لا نقصد المسلمين فقط، إنما نقصد المسلمين وغير المسلمين، وهذا قد يستغربه بعض الناس. الكافر المحارب ليس هذا موضوعنا، وهناك الكافر الذمي، وهو اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي يعيش في ديار المسلمين وتحت إمرة ولي الأمر المسلم ويدفع الجزية، فهذا دمه حرام. يقول رب العزة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أهل الكتاب والمجوس إذا أعطوا الجزية صارت دماؤهم محرمة عند كل المسلمين الذين يشهدون معهم، وهذا شأنهم خارج جزيرة العرب، خارج
جزيرة العرب. إذن لهم حرمة. والصنف الثالث من الكفار هم المعاهدون. المعاهد هو من كان على غير ملة الإسلام لكنه عنده معاهدة مع دولة مسلمة شرعية. عندما نقول مع دولة مسلمة شرعية، مع حاكم مسلم شرعي، يحرم دمه. يقول رب العزة: كيف يكون عهد للمشركين عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الكافر المعاهد هم أهل مكة قبل إسلامهم. بعد توقيع صلح الحديبية أصبحوا كفاراً معاهدين تحرق دماؤهم، بنص قول رب العزة تبارك وتعالى وبنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام قد تعاهد مع ولي أمر شرعي يحرم دمه أن يسفكه من هب ودب. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الألباني: من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. إذا أعطيت عهدا لكافر أنني بينك وبينك عهد، وجب عليك أن تحقن دمه. وإذا سفكت دم هذا الكافر بعد المعاهدة يتبرأ من عملك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص قول النبي صلى الله عليه وسلم. شدد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة المعاهدة، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة قبل أن يغدروا وينقلبوا على صلح الحديبية. فعندما غدروا باغته في مكة وفتح ديارهم. إذن الكافر المعاهد يحرم دمه. ويأتي بعد ذلك الصنف الرابع وهو الكافر المستأمن. الكافر المستأمن الذي يكون محاربا لكنه يدخل دخيلا عند بعض المسلمين، سواء كانوا وزراء أو كانوا فلاحين أو كانوا خدما يجب إجارتهم. وفي ذلك يروي لنا الإمام البخاري عن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح وكان يبتسم وابنته فاطمة تستره، فسلمت عليه فقال: من؟ قلت: أم هاني. قال: مرحبا بأم هاني. قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته ابن هبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. تقول: وكان ذلك الوقت ضحى. إذن أم هاني عندما دخل المسلمون إلى مكة هرب بعض المشركين وكان منهم ابن هبيرة، فدخل إلى بيت أم هاني فتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد قتله. لكن أم هاني وهي كنيتها أم هاني واسمها فاختة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا يريد قتل من دخل مستعملا عندها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقن دم هذا المشرك. لماذا؟ لأنه مستعمل دخل في بيت رجل مسلم. ليس هذا حسب، بل إن الإسلام ينهى عن دماء الحيوانات بغير حق. يستغرب البعض: وهل دماء الحيوانات لها قانون في الشريعة الإسلامية؟ نعم. روى لنا البخاري أن نبي من الأنبياء نزل تحت ظل شجر فلدغته نبلة فأمر بجهازه فأخرج فأحرق بيته كله.
فعاتبه الله تبارك وتعالى: هلا ذلة واحدة؟ يعني تؤذي التي آذتها، لماذا قتلت بيتا كاملا؟ هكذا هي رحمة الإسلام، وهكذا هي شريعة الإسلام مع المسلمين ومع غير المسلمين. لا يعني أن فلانا مشركا أقتله كما أشاء، لا يجوز. لو ذهب مجموعة إلى بلد الموصل ورأوا ناسا يعبدون الأصنام، هل يحق له أن يقتلهم كما يشاء؟ لا يجوز. هذا كافر غير حربي. الكافر الحربي لا هوى لنا، إنما نتكلم في خطبتنا هذه عن الكافر المسالم الأعزم الذي لا دخل له بالحروب. الإسلام قد حقن دمه وقد حرم الاعتداء على العباد. لا نقول للمسلم كن جبانا أمام الكافر المحارب الله. الكافر المحارب نقول له: تعال نجلس على طاولة لنتحدث. لا، نقيم الدنيا ونقعدها على رأسك. أما الكافر المسالم الأعزم من النساء والأطفال والشيوخ ومن الذين لا يحاربون المسلمين، لهم حرمة في دين الإسلام. هكذا هي حرمة الدماء عند المسلمين. لمن فهم أن الإسلام دين لسفك الدماء، لا، الإسلام يحث على العروة وفي نفس الوقت يحمل دماء الأبرياء الذين لا دخل لهم بالحروب. نقول لغير المسلمين: هذه هي حرمة الدماء عندنا، هذه هي حرمة الدماء عندنا، فلماذا تستهينون بدمائنا؟ لماذا تستهينون بدمائنا؟ الإسلام لا يقبل أن يقتل عابد للصنم وهو غير محارب. لا نقبل بالتفجيرات وسط المدنيين في أوروبا. لا نقبل أن يقتل يهودي في أمريكا أو في أوروبا وهو مدني أعزم. لا نقبل بالتفجيرات على المدنيين سواء في الأنبار أو في بغداد أو في النجف أو في الموصل. لا نقبلها. المدني الأعزم الذي لا دخل له بالحروب دماؤه محرمة. إذا نخاطب العالم الذي سمى المسلمين سفاحين ولم ينظر إلى جانب الرحمة عند الإسلام، بل أخذ ببعض النصوص ونظر إلى بعض الجهلة من المسلمين الذين يسفكون الدماء كما يشاءون. يذهب لاجئ إلى أوروبا فيفجر وسط المدنيين، هذا دم حرام. مدنيون عزل غير محاربين لا يجوز قتلهم. هكذا هو ديننا. ولا ننظر إلى الصهاينة في فلسطين كما ننظر إلى اليهود في أمريكا. هناك من اليهود المسالمين في أمريكا من قاموا بمظاهرات ضد الاعتداءات الصهيونية الإرهابية على أهلنا في غزة. فلماذا يستهين غير المسلمين بدمائنا؟ لماذا أكثر المسلمين قد تهاونوا أمام دماء غزة؟ بل يمرحون، بل يقيمون الاحتفالات وأهل غزة يذبحون من الوريد إلى الوريد. أتنظر إلى فئة معينة في قطاع غزة وتنسى الأطفال والنساء والشيوخ الذين يقتلون بدم بارد؟ خذلان ما بعده خذلان. ومن الذي انتصر لغزة؟ وللأسف انتصر لغزة بنفس إنساني دولة نصرانية. جنوب أفريقيا الدولة النصرانية الدولة الوحيدة التي رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية في
التي تريد أن تحاكم إسرائيل على سفك الدماء، وحكام العرب والمسلمين نائمون وقد نسوا غزة، تركوها تذبح يوما بعد يوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا غزة الدمع صوت الحق يحتضر، نامت كنانتهم والمجد ما صدر. لا سهم في أفق بيباننا يا عمر، إتالهم هدفهم ليلا إذا سكروا. ممانع تكسر الآفاق صرخته، للجهل جبهته وبانت الإمر. بطر سيوفك لا فرسان تحملها، واربط خيولك فالخذلان يشتهر. ما زال سهمك في الأضلاع نعدله، أبعد ما هوت الأضلاع تنتصر. يا غزة الدم، يا غزة الدمع صوت الحق نسمعه، لكننا حولنا الحياة تنتظر. يزورك الغيث وزراع ترقبه، قد أهملوا قمحهم أحلامهم كفروا. يا مطلق الحبر حبري أين أنكره، أفي مواجعنا أم فيك يستعر. يا قلب من بعثت للخبز صبيتها، هل جاءها صبية أم جاءها الخبر؟ ظلت تناظرهم تقتات أدعية، والليل إن جاءها أحضانها الصور. ستفضح الشمس ليلا طال موسمه، ويفضح السيل من أوزانهم نزلوا. أنطعم الطفل خبزا من حمامتكم، أنطعم الطفل خبزا من حمامتكم، وعصبة الذئب من أشلائه هبر. أينذر العش والإرهاب تهمته، أينذر العش والإرهاب تهمته، أيرهب الذئب والإرهاب يختفر. سينجب الجرح جيلا لست تعرفهم، كأنهم لسروج الخيل قد فطروا. لا شك يشبعهم بل تلتوي فرحا سيوفهم، ودماء صبيان تنفجر سيوفهم، ودماء صبيان تنفجر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه نور الدجى وعمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مسألتنا الفقهية تتعلق بذكاة الحيوان النات الغير مقدور عليه. ذكاة من الدواب يجب أن تمسك الدابة فتذكى ذكاة شرعية. إذا كانت الدابة هجاء ولا يستطيع صاحبها إمساكها، يستطيع أن يرميها بأي شيء يجرحها أو يكسر رجلها ثم يقدر عليها ثم يذبحها. أما إذا كانت مقدورة عليها فلا يجوز له أن يرميها بأي شيء. ونأتي إلى حكم الصيد. الصيد حكمه يختلف عن الدابة. الذي يصطاد طيرا أو حيوانا بريا، إذا اصطاده ببندقية أو غيرها ثم وجده فيه روح عليه أن يذكيه، لكنه إذا وجده قد فاق الحياة وسال منه الدم أصبح أكله حلالا. لكن الشرط أنه عندما يطلب الإطلاقة أو السهم أو غيرهم يجب أن يسمي التسمية الشرعية بسم الله والله أكبر ثم يطلق. فإذا وجد الطير قد مات وسال دمه جاز أكله. وكذلك بالنسبة للجوارح من كلاب الصيد ومن الصقور ومن النسور وغيرهم. الجارح إذا اصطاد حيوانا وقتله، إذا قتله بالأسنان أو بالمخالب وجرحه ثم مات يجوز أكله.
لكن إذا قتله فخنقه ولم يسر منه الدم لا يجوز قتله. والشرط الآخر هو أنك عندما تطلق الحيوان من الكلب يسموها البعض الكلاب السلوكية أو الصقر أو النسر، عليك أن تسمي عليه وتطلقه، يعني تطلق الحيوان حيوان الصيد تسمي عليه بسم الله الله أكبر وتطلقه، هذه تعتبر تسمية شرعية. هل كل ما قتله الحيوان يجوز أكله؟ لا، الحيوان حيوان الصيد الذي يجوز أكله يجب أن يجرحه حيوان معلم، يعني أنت قد ربيته سواء كان كلبا أو صقرا أو نسرا، يعني كيف يكون معلم؟ يعني يأخذ بإشاراتك، إذا ذكرته رجع، إذا قلت له انطلق انطلق ينطلق، وهكذا. هذا يسمى الحيوان المعلم، الحيوان المعلم. إذا الصياد إذا كان عنده حيوان معلم وسمى عليه التسمية الشرعية وأمسك حيوانا فقتله بأسنانه أو بمخالبه وسال دمه يجوز أكله حسب ما ورد في الأدلة الشرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم أهد الإسلام والمسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحمد والدين المبين. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، اللهم خذ بأخذ عزيز المقتدر، اللهم عليك بالصهاينة الإرهابيين، اللهم عليك بالصهاينة الإرهابيين، اللهم انصر عبادك المنصورين في غزة، اللهم انصر عبادك المنصورين في غزة، اللهم انصر عبادك المنصورين في غزة، كلهم عونا يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم من أراد من المسلمين كيدا فاجعل دائرة السوء تدور عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حل وجوه الحاضرين على النار، وأدخلهم الجنة مع الأبرار. اللهم وفق ربنا هذا المسجد ومن عمل فيه لله من خير وإحسان. اللهم وفق القوة الأمنية لما تحب وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واتقوا الله.